مرحبا، بداية أسبوع جديدة عم ترافق فيها نحن وأنتوا عبر شاشة سما الفضائية لنخبركم عن آخر الأخبار والتطورات على الساحة الفنية بالساعات القليلة الماضية. وأول أخباري لليوم عن النجم بسام كوسا يلي شوق متابعينه لمسلسله الجديد يلي بيحمل عنوان الغريب من خلال فيديو نشره على حسابه الرسمي عبر انستغرام. العمل من تأليف لانا جندي ولبنى حداد وإخراج صوفي بطرس، ومن أبرز المشاركين بالمسلسل فرح بسيسو وسعيد سرحان، وبتناول العمل قضايا اجتماعية شائكة ومثيرة للجدل، وبتدور أحداثه بإطار من التشويق والإثارة حول شخصية عامر يلي بيهرب من السجن بمحاولة لاستعادة حياته الماضية، إلا أنه بيكتشف أنه الانتقام من أعدائه السابقين بيلزم الدخول بشراكات جديدة معهم. يارا تتصدر حديث الجمهور بعد طرح مش بمزاجك. صدرت الفنانة اللبنانية يارا حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح أغنيتها الجديدة مش بمزاجك مساء يوم الخميس، وحظيت الأغنية بتفاعل واسع. اعتمدت يارا أسلوب جديد ومبتكر بالفيديو كليب الخاص بالأغنية من دون ما تستعين بأي موديل بالكليب، وركزت على حركات الشفاه وتعابيرها. الجمهور بدوره حرص على توجيه رسائل الدعم لإلها على مواقع التواصل الاجتماعي وشاركوا الأغنية تأكيد على سعادتهم فيها، وقالوا كالعادة يارا مستحيل تخيب ظن جمهورها. روبي فيديو اضحك مع رامي صبري. طرح النجمين المصريين رامي صبري وروبي ديو غنائي بعنوان اضحك. الأغنية تقدمت بطريقة صيفية من خلال كلمات وألحان تتناسب مع الأجواء الحالية، وتم اختيار فكرة التصوير من خلال قصة حب بتدور بفترة زمنية مختلفة وسط السبعينات بأجواء راقصة شارك فيها عدد كبير من الراقصين. ومن المعروف بالفترة الماضية قدر رامي صبري وروبي حققوا نجاحات كبيرة من خلال عدد من أغاني السنجل والحفلات داخل وخارج مصر بحضور جماهير كبير وانتشار واسع على السوشيال ميديا. لو تتفائل زياده. هي كانت جولتي السريعه على اخر واهم الاخبار الفنيه بالساعات القليله الماضيه. اكيد موعدي معكم بيتجدد بكره بترندات المشاهير والنجوم المفضلين عندكم. باي.